المديريه تاسيس جديد الان المديريه صارت 3 سنوات مو اكثر. خلال هذه 3 سنوات برزت انه المديريه يجب ان تكون بمستوى اعلى. المديريه تفتقر افتقار كلي لموضوع البنى التحتيه وهذه مؤشره ضمن وزارتنا، وايضا تفتقر الى الامور الفنيه اللوجستيه الخاصه في عمل التحقيقي الخاص في هذه المديريه. الان قبل حوالي من هذا العام يمكن الشهر الفات كان عندنا استضافه مجلس النواب وحضر ايضا دكتور عماد، وكان استضافه انه تطوير اداء هذه المديريه ودعم هذه المديريه، فوصلنا الى نقطه مهمه ان تكون هذه المديريه بمستوى جهاز ورفع بها الملاحظه الى دوله رئيس الوزراء لغرض اتخاذ القرار المناسب هذا الموضوع. شيء اكيد عندما تكون بهذا المستوى راح تكون مسؤوليتها كلش كبيره لغرض الحد من هذه الجريمه.